السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسماك محمد نجم. احنا النهاردة حبينا بس نعمل لكم فرق صغير كده، نصور لكم حاجة صغيرة في ناس كثيرة بتقع فيها، خطأ بسيط الناس اللي هي بتحب اللوكس والمحارات. طبعا احنا ايه جبنا لكم شوية لوكس، قلنا ان نوريكم الفرق بين اللوكس بين اللوكس وحاجة تاني اسمها جراجولا. دي الجراجولا اللي بتعيش منها في البحر، بتبقى كويسة وتتاكل. انا جبت لكم واحدتين عشان برضو ايه نعرف الفرق. اللي بتعيش منها في البحر بتبقى كويسة بتتاكل، في منها اللي بيعيش في الترع والمصارف دي والعياذ بالله بتبقى نقلة أمراض كتير، بتبقى حاوية أمراض كتير. فطبعا عشان يبقى دي طبعا بتاعت البحر، دي اللي بتعيش في البحر، دي اللي انا قدرت اجيبها لان يعني بتاعت الترع مش هعرف اجيبها. دي بتاعت البحر، دي بتبقى شبه اللوكس، وعلى فكرة نفس شكل اللحم من جوه. لا يعني لما نطلعها اللحمة بتاعت دي واللحمة بتاعت دي هي نفس الشكل، ما بتقدرش تفرقها. ده اللوكس، اللوكس بتاعنا بيبقى زي ما انت شايف، بيبقى فيه سنون كده، شكل اللوكسية بيبقى مختلف شوية. دي شكل اللوكسية، شكل الطماطمية بتبقى ناعمة، بتبقى ناعمة وليها شكل، قصدي شكل ال أنا آسف، شكل الجراجولاية بتبقى ايه ناعمة، مش يعني احنا حطينا اتنين جنب بعض كده، بس دي اللوكسية ودي الجراجولاية، يعني ده الفرق بين دي وبين دي. طبعا في ناس كتير معندهاش ضمير وبتبيع ده على اساس ان هو لوكس وبتبيعه بنفس السعر ده، ده بيبقى غالي شوية، المفروض ان ده رخيص. لو بتاع البحر بيبقى رخيص، بتاع الترع ده المفروض ما يتاكلش خالص. ده اللي هو الفرق بينهم، واحنا حبينا بس نعمل عشان لو حد حب يبقى اساله اقول له ده جراجولا ولا لوكس، لو هو عنده ضمير يعني، او حاول تشتري الحاجه دي من حد يكون موثوق منه. ده شكل اللوكسات بتاعتنا، سبحان الله طبعا بيبقى ليها شكل مميز، سبحان الله. ده الحيوان بتاعها قاعد جوه اهو، بس ما بدوش عليه بيخش جوه لانه صاحي. لا هنا طالع بره شويه اهو، هو ده الحيوان، ده الحيوان بتاع الدراجولاي، برضو نفس الشكل. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتابعونا عشان يصلكم كل جديد، بفضل دعمكم هنكبر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.